رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن الجيش في حالة حرب ويصف الهجوم على قاعدة غولاني بالمؤلم. حزب الله يعلن قصف قاعدة بحرية إسرائيلية ويتوعد تل أبيب بالمزيد. وزير الخارجية الإيراني يصل عمان ويلتقي كبير مفوضي الحوثي هناك. رئيس الشباك يلتقي رئيس المخابرات المصرية، وإسرائيل تضرب نازحين في مدرسة ومشفى. صور جديدة صادمة لما خلفته المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم وأمدرمان. بكم مشاهدينا. أقر الجيش الإسرائيلي بصعوبة الضربة التي تلقاها أمس، فقد استهدفت قاعدة لقوات النخبة جولاني قرب حيفا وأسفرت عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح خطرة. رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي وصل الليلة الماضية للقاعدة التدريب لواء غولاني التي تعرضت لهجوم من حزب الله بمسيرة مفخخة، وخلال زيارته أجرى جلسة إحاطة أولية مع القادة العسكريين والفرق الطبية في القاعدة، مضيفا أن إسرائيل في حالة حرب والهجوم على قاعدة تدريب في العمق صعب وأن النتائج مؤلمة. هذا وسمع دوي انفجارات في أجواء قاعدة تدريب إسرائيلية أصابتها مسيرة حزب الله أمس. هذا وأعلن حزب الله استهداف قوات إسرائيلية عند مارون الراس جنوب لبنان، وقد تعرضت إسرائيل لرشقات صاروخية عدة أطلقت من لبنان اليوم. Thank you.
جهاز الشباك الإسرائيلي كشف في بيان بأنه أحبط محاولة إيرانية جديدة لتنفيذ اغتيالات بحق مسؤولين إسرائيليين. وأضاف البيان أن إيران جندت إسرائيليين من مدينة رمات أجان قربة لأبيب استعدادا لاغتيال شخصيات إسرائيلية ومسؤولين مقابل المال. من الحدود الشمالية الإسرائيلية ينضم إلينا موفد الحدث رائد الأغبر، ومن رميش في جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. أهلا بكم، سأبدأ معك ناهد، لك أن تطلعينا على مزيد من التطورات خصوصا بعد ناهد معنا طيب انقطع الاتصال بناهد، سنحاول العودة إليها. ننتقل الآن إلى الحدود الشمالية الإسرائيلية مع موفد الحدث رائد الأغبر، أهلا بك معنا رائد، لك أن تطلعنا على مزيد من التطورات الميدانية بعد الأخبار التي قرأناها قبل قليل، الاستهدافات على قواعد عسكرية إذا كانت واضحة لديك، وأيضا طبعا مزيد من التطورات الميدانية على الحدود، تفضل. نعم تهاني، يعني قصف متبادل، عمليات عسكرية مستمرة طيلة النهار والليل. بالفعل كانت هناك آخر رشقة صاروخية من جنوب لبنان وصلت إلى مناطق بعيدة، إلى ما بعد حيفا، جنوب حيفا، نتانيا، أيضا مناطق قريبة من تل أبيب، نتحدث عن الخضيرة، نتحدث عن كثير من المستوطنات، عشرات المستوطنات في المناطق البعيدة. وهذا يعني بأن الصواريخ نوع واستراتيجية التي يطلقها حزب الله، طبعا الدفاعات الجوية عملت واعترضت بعض أو كثير من هذه الصواريخ، لكن بالتأكيد هناك أنباء عن سقوط صواريخ و يعني رائد أنا بعينها في تلك المنطقة. رائد، يبدو زميلتنا ناهد عادت، ولكن هناك أدخنة نشاهدها في رميش، ونسمع أيضا أنت لديك صوت طلقات. القصف هنا مستمر، أضيف بالفعل ربما لا بد من الإشارة إلى أن عمليات عسكرية من قوات المدفعية الإسرائيلية في هذه المنطقة تعمل بعنف وبقوة. نعم. وباستمرار لم تتوقف عشرات القذائف من المدفعية الإسرائيلية على المنطقة التي خلفنا، وهي مزارع شبعة وكفار شوبة في الجانب اللبناني. طيب دعني أنتقل إلى الحدود الجنوبية اللبنانية، مراسلة الحدث في رميش ناهد يوسف، أهلا بك معنا ناهد، طلعينا على مزيد من التطورات حيث أنت الآن، تفضلي الكلمة لك. نعم تهاني، ما نرى الآن هو نتيجة القذائف المدفعية، وتسمع أيضا الآن في هذه الأثناء لا يزال عملية إطلاق هذه القذائف المدفعية باتجاه بلدة عيت الشعب. هذه الدخان، سحب الدخان التي نراها هي جراء إلقاء هذه القذائف المدفعية على هذه البلدة التي لم تتوقف عنها إن كان المدفعية أو الغارات الإسرائيلية منذ حوالي 20 دقيقة. أيضا أغارت الطائرات الحربية على هذه البلدة صباحا، كان هناك أيضا سلسلة من الغارات التي كانت استهدفتها، بالإضافة إلى عدد من البلدات الحدودية. لكن هذه البلدة بالفعل تهاني لليوم الثالث على التوالي تشهد مواجهات، تشهد استهدافات إسرائيلية، تشهد اشتباكات بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية التي تحاول الدخول إليها للمرة الثالثة منذ بعض الوقت. أعلن حزب الله بأنه استهدف قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى داخل بلدة عيت الشعب، تم استهدافها أيضا بالمدفعية. وكان أيضا فجر هذا اليوم استهدف حزب الله تجمعين لجنود إسرائيليين في خلة وردي هي على أطراف أيضا بلدة عيت الشعب، تم أيضا استهدافها برشقات صاروخية. نسمع مزيد من إطلاق هذه القذائف المدفعية تهاني من مرابط المدفعية الإسرائيلية القريبة منا، والتي تستهدف بها هذه البلدات إن كانت بلدة عيت الشعب أو حتى البلدات المحاذية لها من رامية والقوزح. هذه البلدات التي منذ 3 أيام وحتى اليوم هناك عمليات أو محاولات لاستهدافها. سقوط هذه القذيفة كان بعيدا، يبدو بأنها كانت باتجاه منطقة القوزح. هذه البلدات الثلاثة، هذا المثلث من البلدات التي تحاول القوات الإسرائيلية الدخول إليها. إذن يعني لا تزال تتواصل هذه المدفعية باستهداف بلدة عيت الشعب، كما هذا المشهد انسحب على أكثر من منطقة. اليوم هناك أكثر من منطقة تحاول تهاني القوات الإسرائيلية دخولها. نتحدث عن قوة مشاة تسللت إلى بلدة مركبة للمرة الأولى، أيضا تم استهدافها بالقذائف المدفعية. أيضا اللبوني في ساعات الفجر لمرتين حاولت القوات الإسرائيلية الدخول وحصلت اشتباكات بينها وبين مقاتلي حزب الله، بالإضافة إلى بلدة مارون الراس أيضا، حيث وصلت قوة إسرائيلية إلى جنوب البلدة وتم إلقاء
إلقاء قذائف مدفعية عليها. وود أن أشير تهاني فقط إلى عمليتين نوعيتين جديدتين قام بهما حزب الله وأعلن عنهما منذ بعض الوقت. للمرة الأولى حزب الله يستهدف قواعد بحرية إسرائيلية. نعم. هو قال بأنه أطلق رشقة صاروخية نوعية باتجاه قاعدة بحرية في شمال حيفا، شمال غرب حيفا، كما أنه أطلق منذ بعض الوقت رشقة صاروخية باتجاه ثكنة بيت ليد شرق مدينة نتانيا التي تقع وهي مدينة ساحلية وتقع شمال تل أبيب. أيضا تم إطلاق رشقة صاروخية عليها. إذن للمرة الأولى تطلق صواريخه باتجاه تلك المناطق. أيضا للمرة الأولى يستهدف سلاح الجو البحري، سلاح البحري الإسرائيلي بهذه الرشقات الصاروخية. من رماش جنوب لبنان مراسلة الحدث ناهد يوسف، شكرا لك. أعود إلى زميلنا رائد الأخبار. رائد، يعني قبل قليل كنا نسمع معك صوت المدفعية، إذا تضعنا في سير هذه الأجواء أيضا إذا كانت لا تزال مستمرة، وبالنسبة لتوسيع نطاق الاستهداف من الصواريخ حزب الله إلى بلدات ربما هي قريبة من العاصمة تل أبيب، ماذا يعني ذلك عسكريا على الأقل وانعكاسه على التطور في الحدود الآن؟ بداية نشير إلى أن عمل المدفعية الإسرائيلية منذ الصباح الباكر كان مكثفا، وهذا يعني بأن هناك عمليات اقتحام برية تغطيها المدفعية الإسرائيلية لفتح المجال للقوات البرية للتوغل في الأراضي اللبنانية. هناك أنباء عن توغل بري بالفعل ودخول إلى مناطق في الأراضي اللبنانية والعمل على تمشيطها من الأسلحة ومن الأنفاق التي يبنيها حزب الله. الجيش الإسرائيلي يدخل لفترات زمنية وثم ينسحب لأن العمليات العسكرية من الجانب الآخر مستمرة كما أسلفتي، وتستهدف مناطق ليست قريبة على الحدود مثل المستوطنات كريات شمونة، مارجليوت، المنارة، المطلة. هذه المناطق تسقط فيها باستمرار الصواريخ قريبة المدى ويعني تلتهم النيران المباني وهناك أعمدة الدخان مستمرة بالتصاعد هنا، لكن التطوير بأن الصواريخ النوعية باتت تصل إلى المناطق البعيدة وخليج حيفا كما أسلفنا، وأيضا المناطق الأبعد الخضيرة نتانيا، المناطق القريبة من تل أبيب، ودفعة صاروخية كبيرة. يعني منذ الصباح الباكر لو تحدثنا عن عشرات الصواريخ في إصبع الجليل، 10 صواريخ، الجليل الغربي 20 صاروخ، في حيفا 10 صواريخ، 40 صاروخ، ثم تلتها الضربة الكبيرة نتحدث عن حوالي 40 أو 30 صاروخ، يعني تقترب حتى هذه اللحظة من 100 صاروخ الضربات من جانب حزب الله، صواريخ متوسطة المدى وصواريخ يعني قصيرة المدى. المسيرات بات لها دور كبير. ضربة الأمس وهي يعني الضربة التي صنفت بالنوعية وأنها استهدفت عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في أهم فرقة أو أهم يعني موقع عسكري وهو كتيبة جولاني. الحديث عن يعني 67 إصابة، 4 قتلى، بينهم إصابات خطرة. قبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 25 جندي. الحديث 24 ساعة عن إصابة تقريبا 100 جندي إسرائيلي في العمليات إن كانت البرية أو المستهدفة في الأراضي الإسرائيلية. نحن على منعطف كبير، منعطف خطير، تطور كبير في الأعمال العسكرية. حزب الله لا زال لديه ما يعني يضرب به ويعمل عليه، وذلك ما نراه على الأرض بأعداد الإصابات والقتلى من الجانب الإسرائيلي. نكرر بأن المسيرات بات لها دور كبير. كل يوم كنا نقول بأن المسيرات ربما يكون تأثيرها أكبر من تأثير الصواريخ لأنها مسيرة وهناك من يحدد مسارها ويختار النقطة أو الهدف الذي يريد أن تصيبه هذه المسيرة تحدث الانفجار. ذلك ما شاهدناه في الحرب الروسية الأوكرانية ودور المسيرات. ربما أنها تكون زهيدة الثمن أو أقل ثمنا بكثير من الصواريخ، لكن تأثيرها أكبر ونجاحاتها تعتبر أفضل من الصواريخ. من الحدود الشمالية الإسرائيلية منفذ الحدث رائد الأخبار، شكرا جزيلا لك.
رأت صحيفة النهار اللبنانية أن إسرائيل تعمل على تطبيق ما يرسمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافض لوقف إطلاق النار، فبعد الضربات المتتالية لقيادة حزب الله وسعت حربها جنوب لبنان لتعمل على إبعاد وحدات اليونيفيل من مراكزها، وتخشى الحكومة اللبنانية من محاولات نتنياهو لإلغاء القرار 1701 وتكبيل مهمات اليونيفيل في الجنوب بعد مطالبتها المتكررة للقوات الدولية بمغادرة مواقعها. وفيما يواصل حزب الله مواجهاته على طول الحدود، تسعى إسرائيل إلى تحويل الجنوب إلى أرض محروقة ومنع النازحين من العودة إلى ديارهم. وتضيف النهار إلى أن قوات إسرائيل نفذت عمليات سريعة وإنزالات في نقاط حساسة في محيط نهر الليطاني ومناطق أخرى بهدف ضرب مواقع لحزب الله أو زرع شبكات ألغام بغية إعاقة حركة الحزب في المناطق الخلفية وقطع شرايينه من المواقع الحدودية. وترى الصحيفة أن نجاح العمليات الإسرائيلية وفرض القبضة الجوية على كل الجنوب ولبنان وتفكيك أوصال الحزب جنوبا يكون نتنياهو حقق الجزء الأكبر من خطة بنك أهداف إسرائيل ولو بعد أشهر من القتال. ووفق هذا السيناريو الذي قد تعمد إسرائيل إلى اتباعه، تسعى إلى فرض شروطها على لبنان وقد تطالب بطرد حزب الله عسكريا من كل الجنوب. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة اليوم لتقديم نصف الإحاطة السنوية لتنفيذ القرار 1559 الصادر عام 2004 والذي يدعو إلى حل كافة الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها. وتكتسب جلسة اليوم أهمية في ضوء إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن تجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ولتنفيذ القرارين الدوليين 1559 و 1701 اللذين ينصان على قيام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها الشرعية على كافة الأراضي اللبنانية. مشاهدينا، يبدو أن القرار الأممي 1701 أصبح غير كاف بالنسبة إلى المجتمع الدولي، خصوصا وأن مسؤولين دوليين وعلى رأسهم المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين أصبحوا يتحدثون عن صيغة محدثة ل 1701، أي إدخال إضافات وتعديلات جديدة على القرار. موقع المدن الإخباري تحدث عن نسخة من مشروع قرار تعمل عدة دول غربية على إعداد تحضيره أو على إعداده تحضيرا للتصويت عليه وإقراره بمجلس الأمن، ويجمع بين جملة قرارات دولية ومبادرات سياسية، إذ يشمل ترسيم الحدود الدولية للبنان خصوصا في المناطق المتنازع عليها وضمان عمل القوات الدولية ونزع سلاح حزب الله، إلى جانب وضع ترتيبات أمنية تمنع استئناف الصراع الحدودي، بما في ذلك إنشاء منطقة عازلة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلحة وأسلحة سوى تلك العائدة للجيش
الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وكل ذلك من خلال إنجاز تسوية سياسية وإجراء انتخابات رئاسية أو انتخابات نيابية مبكرة خلال 60 يوما. يتم بعدها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة من قوى سياسية جديدة أو من التكنوقراط. وتنص مسودة القرار الخاضع للدراسة على التذكير بجميع القرارات الأممية السابقة حول لبنان، وخصوصا القرارات 425 الصادر عام 1978 حتى القرار 1701 عام 2006 وما بينهما، وكذلك البيانات الرئاسية حول الوضع في لبنان، والتأكيد على الدعم القوي لاحترام الوضع على الخط الأزرق بشكل كامل وعدم حصول أي تجاوزات، والتشديد على وضع المطارات والمرافق اللبنانية تحت سلطة الحكومة ولأهداف مدنية فقط. فرض حظر دولي على بيع أو توفير الأسلحة إلى لبنان إلا بموافقة حكومته ومجلس الأمن. إزالة القوات الأجنبية الموجودة في لبنان من دون موافقة حكومته ومجلس الأمن، لا سيما تشكيلات الحرس الثوري الإيراني. طبعا لمناقشة هذا الموضوع وتطوراته من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي علي السبيتي، ومن بيروت أيضا ينضم إلينا العميد الركن المتقاعد سعيد القزح المحلل العسكري. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ مع عسكريا هذه المرة. يدعوت أحرانوت تقول بأن حزب الله وسع نطاق عملياته واستهدافاته في إسرائيل، وصل إلى منطقة الشارون في وسط تل أبيب. انعكاسات ذلك على أي قرارات ممكن أن تتخذ في لبنان سيد سعيد القزح؟ صباح الخير سيدة تهاني، صباح الخير أستاذ علي. صباح النور. بالطبع أن التصعيد الذي نشهده على الحدود اللبنانية من قبل الطرفين تصعيد كبير، ويحتاج إلى تدخل أممي وتدخل دولي وتدخل دبلوماسي من أجل إيقافه، لأن ما تشهده الساحة اللبنانية هي تشهد مجازر وتشهد عمليات عسكرية وقصف من قبل العدو الإسرائيلي، وتشهد عمليات متبادلة عبر الحدود. إن كل ذلك يجب أن يتوقف. طبعا هناك قرارات دولية يجب احترامها، ومنها وأهمها القرار 1701 الذي ينص ضمنا على تنفيذ القرارات الدولية السابقة من 1559 و1680، ويجب تنفيذ الدستور اللبناني الذي ينص على حصرية امتلاك واستعمال السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية المتمثلة في الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية. بدون ذلك لن يكون هناك أي مستقبل للبنان، لن يكون هناك أمان ولن يكون هناك سلام. يجب علينا تطبيق الدستور اللبناني في حده الأدنى. نعم. طيب سأنتقل إلى سيد علي. سيد علي أهلا بك معنا من جديد. أريد أن أسألك أولا، في التقرير الذي قرأناه قبل قليل والذي نشر من موقع المدن الإخباري عن نسخة محدثة من القرار 1701، هل الوضع الآن قابل فعلا بأن يكون هناك تعديل لهذا القرار، أم هو مرهون بموقف حزب الله عسكريا على الأرض في الجنوب؟ صباح الخير سيدة تهاني وللعميد والضيوف والمشاهدين الأعزاء. يعني بالتأكيد عندما نزيل الأسباب تنتهي النتائج، يعني المقاومة نتيجة وليست سببا. عندما يزول الاحتلال ينتهي دور المقاومة. نحن لا نحتاج لا إلى قرارات دولية ولا إلى تطبيق 1701 ولا إلى أي شيء من هذه المسوغات الدولية. يعني أنا الآن أتكلم بطريق مباشر أن المقاومة هي نتيجة الاحتلال. عندما يزول الاحتلال ينتهي دور المقاومة. هذا ببساطة. لكن عندما تتكلمين بأن هناك مسودات كثيرة سواء في على المكاتب الأمريكية أو في الغرف الأوروبية أو عند الإسرائيلي نفسه أو عند بعض المستويات الأخرى من أجل تركيب وضع جديد في لبنان لا يأخذ بعين الاعتبار كما ذكرت إزالة عنصر الاحتلال، هذا يعني أننا ما أوجدنا قنابل موقوتة داخل كل طرح أو داخل كل مسودة من هذه المسودات، لأنه لا يمكن أن يكون الاحتلال جاثما على أرض لبنان وبالتالي أن تزيل المقاومة.
لأنه سوف يأتي الآن. إذا كان لم يعد موجودا حزب الله، سوف يأتي حزب آخر يحمل نفس الشعارات يريد تحرير الأرض. طب أنا ممكن أستوقفك في هذه النقطة؟ سبب تسمح لي؟ عندما يعني أستاذ علي لما تتحدث وتقول احتلال، ما كان في مباحثات غير مباشرة مع الحزب عن طريق المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود؟ فكرة قبول الحزب بترسيم الحدود، مجرد القبول بها، هو اعتراف بهذا الكيان، لا يعتبر احتلال. يعني هذا من ضمن التطوير، لا هذا في تطوير لأداء حزب الله عندما دخل وأصبح مكونا أساسيا في السلطة. حسابات حزب الله في السلطة تختلف عن حسابات حزب الله خارج السلطة. الآن السلطة هي التي دخلت، وحزب الله أيد هذا المشروع وهذا الموضوع بترسيم الحدود البحرية باعتبار أن مصالح الدولة، مصالح الحكومة، مصالح السلطة تفرض ذلك. لذلك هو لا يستطيع الآن أن يعارض. لو كان خارج السلطة ولم يكن هو بهذا الموقع وبهذا الدور الذي فيه، أي أنه حزب السلطة، يعني حزب الله تحول في فترات الأخيرة إلى أن يكون حزب السلطة، الحزب الحاكم الحامي للسلطة. لذلك عندما تكون حسابات السلطة تتطلب لاعتبارات عديدة، ترسيم الحدود البحرية تلبية لكثير من الرغبات، سواء ما هو متعلق بالحسابات اللبنانية أو بمصالح اللبنانيين أو بمصالح الآخرين بما فيهم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. فإذا نحن أمام مصالح حيوية للسلطة، لا يستطيع حزب الله أن يعارض ذلك. لذلك مرر هذا الموضوع بشكل لم يعترض عليه، وبالتالي كان إيجابيا في هذه في الترسيم الحدود البحري، ونشط في ذلك رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وبالتالي استلم الملف الجنرال عون عندما كان رئيسا، واعتبره من أكبر الإنجازات التي أنجزها طيلة فترات حكمه للبنان. فإذا نحن أمام سلطة وحسابات سلطة، حزب الله بما أنه جزء من هذه السلطة، من هذه التركيبة، من هذا البعد لمصالح لبنان، لا يستطيع أن يخالف. بالتالي هنا تنتفي بشكل أو بآخر الحسابات الفقهية الأيديولوجية أو السياسية أو أي مقاربة شرعية لهذا الموضوع، كما ذكرت عملية الاعتراف بالحدود مع الكيان الإسرائيلي، وهذا ما ليس بحسبان الفقه السياسي عند حزب الله باعتبار أنه يتعاطى مع العدو الإسرائيلي على أنه محتل لأرض ومحتل لشعب. الفكر السياسي مختلف عن التعاطي مع هذا العدو وبالتالي استسلم. طيب الفكر السياسي هو مختلف واضح عن الفكر العسكري. سأنتقل إلى سيد سعيد القزح هنا. التطورات الآن، يعني عندما تتحدث إسرائيل بأنها تعمل على رسم مثلث من بلدة عيت الشعب ورميش رامية يارون، هي تعمل على حصار الجنوب مثلث، ومن ثم ربما ذلك يسهل لها حسب المعطيات طبعا الإسرائيلية التوغل برا أو العملية البرية. الانعكاسات الآن التي نشاهدها، استهداف القاعدة العسكرية الإسرائيلية بنيامينة، استهدافات القاعدة العسكرية في البحر في حيفا، في جنوب حيفا أيضا من جانب حزب الله، كل هذه العمليات العسكرية قراءتها تدل على ماذا؟ وكيف يمكن للجانب الإسرائيلي أن يقرأها، الذي تحدث سابقا وقال بأنه دمر معظم الترسانة العسكرية أو الأسلحة البعيدة المدى الموجودة لدى الحزب؟ تفضل. طبعا لقد تلقى حزب الله ضربات قاسية وموجعة في بنيتيه العسكريتين، البشرية والأسلحة والصواريخ، تلقى ضربات قاسية. ولكن كنت أقول وأردد دائما بأن البنية أو المجموعة التي تدافع عن الجنوب ما زالت بالحد المقبول جدا متماسكة، وهي محضرة منذ العام 2006 للدفاع عن الجنوب وللاشتباك مع قوات العدو الإسرائيلي. هذا أمر مفروغ منه وردّدناه بصورة دائمة. أما ما شاهدناه البارحة وما قبل البارحة وفي الأيام القليلة الماضية من إطلاق الصواريخ على حيفا، والبارحة من إطلاق المسيرة ووصولها إلى القاعدة العسكرية، هذا يبرهن عن إعادة تمكن حزب الله من التوازن إلى منظومة القيادة والسيطرة لديه والاتصالات لديه والقيام بأعمال القصف. يعني هو متماسك الآن عسكريا الحزب، يعني لا يمكن أن نقول بأنه هزم من جانب إسرائيل مثلا بالحد يعني. الأدنى لنكن صريحين وعسكريا، نحن نتكلم عسكريا، نحن صريحين وشفافين في الطرح. نعم نعم
عسكريا حتى الآن ليس هناك هزيمة، هناك ضربات موجعة، هناك أعمال عسكرية قامت بها قوات العدو الإسرائيلي أوجعت جدا حزب الله، ولكن ما زال في الحد الأدنى متماسك ويستطيع القيام بما خطط له. وما لا تنسينا أن خطة 18 سنة لا يمكن خلال 20 يوما أن تدمر نهائيا. نعم تلقى ضربات موجعة جدا، وتلقى وقدرته العسكرية الصاروخية والذخيرة والمخازن دمر كثير منها، ولكن لا أحد يعرف كم كانت قبلا ولا أحد يعرف الآن كم بقي منها، ولو حتى بقي القليل فهو يستعملها. وكنت قلت سابقا وبعدة مقابلات أن المقاتلين الذين موجودون في الجنوب هم قسموا إلى مجموعات، وهو يعتمد الدفاع اللامركزي وكل مجموعة تدافع عن مجموعتها. وما نراه في القرى الحدودية المباشرة على الحدود كعيت الشعب والعديسي وكفر كلا ومارون الراس ويارون واليوم عن جديد عيت الشعب، يبرهن أن هناك عناصر تقاوم وهناك عناصر تحارب الإسرائيليين. والقصف المدفعي العنيف الذي بدأ اليوم وتحدث عنه مراسلكم، هذا القصف المدفعي العنيف هو يترافق مع تقدم لوحدات المشاة أو وحدات المدرعات. حتى الآن لم نرى وحدات مدرعات تتقدم، إنما وحدات مشاة تحارب على أطراف الكرة أو في داخل الكرة. وأنا هنا أريد أن أعود إلى السؤال الأول، أنه هذه القدرة العسكرية وهذه الأسلحة وهذا وكل الأسلحة الموجودة، لماذا لا تكون هذه الأسلحة بأمرة الجيش وتكون داخل الجيش اللبناني ويتولى الجيش اللبناني هو الدفاع، ويكون الشعب اللبناني كله وراء الجيش اللبناني ولا يكون وراء المدافعين، ولا يكون هناك انقسام حد وعمودي من مع القتال ومن مع ضد القتال ومن مع ذلك الحزب ومن مع ليس مع ذلك الحزب. لا خلاص لنا إلا بتطبيق الدستور اللبناني وأحادية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية. هذا كلام مهم. أنا ممكن أنقل سؤالك لأستاذ علي إذا أستاذ علي عنده إجابة. لماذا الجيش، هل الجيش لا يريد أن يدخل هذه المعركة ويتركها هي معركة حزب الله الآن مقابل الجيش الإسرائيلي أم ماذا؟ والانقسام العمودي هل هو مثلا، يعني أنت اشرح لي، لا أريد أن أضعتك هنا حسب المعطيات السياسية التي نقرأها. يعني الجيش ينفذ قرار السلطة، يعني الحكم في لبنان ليس حكم العسكر، الجيش ينفذ قرار السلطة السياسية، هذا من جهة. من جهة ثانية الانقسام هو حاصل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أصغر جزيرة في العالم، هناك انقسامات سياسية على كثير من المواقف، وخاصة في لبنان. لبنان تأسس على الاختلاف، حتى في النشأة هناك من كان ضد هذه نشأة لبنان وهناك من كان مع نشأة لبنان، وما زالت تتراكم هذه الانقسامات حتى الآن. هناك انقسام في كثير من الأمور، ولكن تفرز دائما الانتخابات النيابية أكثرية وأقلية. نعم. الأكثرية تحكم والأقلية تعارض، هذا مبدأ موجود في كل النظم والسلطويات في المشرق وفي المغرب. طيب إذا كان هذه هي الحال في لبنان، هناك أكثرية تحكم وأقلية تعارض، هذه الأكثرية الآن الموجودة في السلطة تعكس بشكل مباشر وجهة نظر متعلقة بموضوعات المقاومة وحق المقاومة في تحرير الأرض. فإذا نحن أمام حكومة تتبنى برنامج المقاومة، وبالتالي هو موجود على لائحة البيان الوزاري. فإذا نحن أمام حكومة تحضنها المقاومة، تحضنها الحكومة، بل والعكس هي تحمل نفس وجهة النظر نفس الرؤية في تطلعات هذه المقاومة نحو تحرير الأرض من جهة، وبالتالي نحو تحالفات هذه المقاومة العميقة داخل أي بنية ثورية، سواء بما هو
متصل بحركات التحرر، ومنها قضية الفلسطينية وحركة التحرر للنضال الفلسطيني. طيب. إضافة إلى علاقات متينة وأساسية ونحن نراها كل يوم سواء مع إيران أو مع المملكة العربية السعودية، أي أن هناك عمق عربي للبنان وأن هناك عمق إيراني للبنان كذلك الأمر، وهناك عمق أوروبي من خلال فرنسا في لبنان. فإذا هناك أبعاد أساسية تحملها السلطة السياسية، سواء كانت هذه السلطة الآن ممثلة بقوى الأكثرية أم طيب. كانت على قوى المعارضة تحمل نفس التوجهات. فإذا نحن أمام وضع في لبنان، هذا هو معمل وصناعة المواقف في لبنان. لذلك عندما تأخذ هذه السلطة مواقف مختلفة جدا وتنتهي من موضوع أنها لا تتبنى في البيان الوزاري المقاومة وتعتبر أن المقاومة قد انتهت رحلتها في موضوع تحرير الأرض، وبالتالي هناك مسؤوليات للدولة وللسلطة وللأجهزة الأمنية وفي مقدمتهم طيب الجيش، سأعتقد نقول بأن هذه الأكثرية وبأن هذه السلطة سوف تشكل قرارا وموقفا جديدا في التركيبة السياسية في لبنان. نعم طيب، سؤال من شقين. سأسأل سؤالي الشق الأول عندك، أعطيني إجابة مختصرة عشان لا يداهمنا الوقت. الآن حزب الله سيقاتل، ولكن الجانب الإسرائيلي نتنياهو قال بأنه سينفذ مشروعه في الجنوب اللبناني بأن يبعد الحزب مسافة إلى شمال الليطاني، يعني كأنه يطبق القرار 1701 بالنار حتى لو استمر هذا القتال لأشهر. هنا سؤالي سياسي لحضرتك، انعكاس هذه العملية إن استمرت بالشكل الذي يريده نتنياهو أشهر، كيف سيكون انعكاسها على التماسك السياسي الآن للحكومة في لبنان وأيضا على المجتمع اللبناني؟ يعني أولا نحن نقول لنتنياهو من ريحك وبلا ما تفوت بها عملية التدمير. الجهة اللبنانية الرسمية أعلنت بشكل واضح أنها مستعدة لتطبيق 1701. لا هو حتى إذا القرار هذا ورا ظهره خلاص، تطبيق 1701 يعني. فالحكومة أعلنت، يعني هم قالوا الإسرائيليين يعني فإذا هم تجاوزوا هذا القرار، هو ماضٍ. فإذا هو ماضي بمشروع كما قال، هو قطع نفوذ حزب الله في لبنان وتغيير توازنات القوى في منطقة الشرق الأوسط، بمعنى ضرب مصالح إيران وقوة إيران في منطقة الشرق الأوسط من خلال ضرب حلفائها، وأهم حليف لها في محور المقاومة هو حزب الله، لذلك هو يريد ضرب حزب الله. طيب إذا كان هذا هو هدف نتنياهو، ماذا يفعل حزب الله والقوى التي تقف خلف حزب الله؟ هل يستسلم للإرادة الإسرائيلية وبالتالي الاجتياح الإسرائيلي يتفرج عليه، أم أنه يواجه هذا الاجتياح وبالتالي يستخدم كل الإمكانيات والقدرات التي يملكها في مواجهة هذا الاحتلال؟ فإذا هو مدعو بشكل مباشر إلى ردع هذا العدوان الإسرائيلي، هذا ما يفعله. هو طبيعي يتحمل يعني، أنا بتقديري أن هو إذا يعني أنا عشان الوقت بيداهمني سيد علي، يعني هل سيكون لذلك انعكاس على المجتمع السياسي في لبنان؟ بالعكس، نحن سمعنا بالأمس جبران باسيل ماذا قال؟ قال أن الحزب في أوج قوته، وبالتالي لا أحد يراهن على تغيير موازين القوى في لبنان. نعم. وأن من يحلم بذلك هو نوع من الكابوس السياسي الذي دائما كان يروضه. فإذا نحن أمام حتى الحليف الأساسي المسيحي الذي كان من المفترض أن يخرج من تحالفه مع حزب الله، بالعكس في هذه المرحلة عمق هذا التحالف وأكد عليه. فإذا هذا الحليف الذي كان نوعا ما على شفا جرف على شفا جرف، هو أكد بالعكس أنه حتى في هذه اللحظة متمسك بالمقاومة ومتمسك بحزب الله، ويعتبر أن إسرائيل عدو وأن المقاومة حق ويجب الوقوف في وجهه. فإذا نحن أمام هذا التحالفات لا يمكن أن تنفك، لأن بالأساس هذه التحالفات مبنية ليست فقط على مصالح مشتركة، على مصالح لها علاقة بالسياسة وبحسابات السلطة في لبنان، ما مبنية على رؤى وأيديولوجيات كثيرة، منها ما هو بالمستوى القومي والمستوى الوطني. هناك أبعاد كثيرة، فريق سياسي من متحالفين مع حزب طيب الله اتضحت الصورة قبله هذه الرؤية. نعم. رؤية الصراع مع العدو الإسرائيلي. نعم. من خلال موقعهم النضالي المتقدم في القومية طيب العربية. طيب اتضحت يا أستاذ علي، عشان الوقت داهمنا، الوقت داهمنا والله، أنا لو علي كملت الساعة معكم، ولكن سأخذ رد سيد سعيد. شكرا. سيد سعيد، بالنسبة إذا كان الجانب الإسرائيلي يراهن على استمرار هذه المعركة، إلى أي مدى قد يصمد حزب الله في مواجهة إسرائيل؟ شهر، شهرين، أم الأمر سيذهب إلى مرحلة استنزاف؟ سيدة تهاني، لا يمكننا الجزم وتأكيد كم سيصمد أو لا يصمد. طبعا هناك مرحلة استنزاف طويلة جدا، ولكن اسمحي لي أن
أتوجه إلى الأستاذ علي، الذي أسمع في الفترة الأخيرة نظريته حول الأكثرية والأقلية. لقد نسي الأستاذ علي أن الحكومة الحالية هي حكومة ما قبل الانتخابات النيابية التي جرت منذ سنتين، ونسي الأستاذ علي بأن الأكثرية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة لا هي أعطت الأكثرية للمحور أو للفريق المخاصم لحزب الله، وقد قام حزب الله ومن يتغنى به الأستاذ علي بأنه حليفه المسيحي بخسارة كبيرة جدا في الشارع اللبناني، وهناك حوالي 70% من الشعب اللبناني هم من الفريق الخصم لحزب الله. وآخر إحصائية ظهرت منذ حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع قبل بدء المعركة الكبيرة، أظهرت أن 90% من الشعب اللبناني هم ضد الحرب التي فتحها حزب الله في جنوب لبنان. فعن أي أكثرية يتكلم؟ لا، الأكثرية الشعب اللبناني هي في المقلب الآخر لحزب الله ولحلفائه أيضا. ولو كانت لديهم الأكثرية كما يقول حضرة الأستاذ علي لكانوا انتخبوا رئيس الجمهورية الذي يرشحونه منذ سنتين، وكانوا فتحوا مجلس النواب وأقدموا على إيصال مرشحهم إلى رئاسة الجمهورية. ليس هناك أكثرية لهذا المحور ولهذه الفئة أبدا، حتى ضمن البيئة الحاضنة أو لنكون صريحين، ضمن بيئة حزب الله هناك الأصوات تتعالى ونحن نسمعها يوميا، وهناك فريق كبير جدا يعلن معارضته لما يقوم به حزب الله. فعن أي أكثرية يتكلم؟ لقد خسر حزب الله، خسر الانتخابات النيابية الأخيرة ومنعت تشكيل حكومة جديدة لأن منع انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان. كانوا يريدون أما فرض رئيسهم الذي هم أو مرشحهم، ولذلك لم يفتحوا مجلس النواب، وكانوا يفقدون النصاب لكل جلسة من مجلس النواب حتى لا ينتخب رئيس معارض لسياستهم. طيب السيد علي عندك رد؟ يعني بالتأكيد هناك بس باختصار يعني لأنه في توصيف الواقع في لبنان باختصار أن يعني لو كانت القوة والأكثرية هناك، يعني هوكستاين والإدارة الأمريكية والعرب شفتيهم شي مرة راحوا لهونيك؟ يعني شو هالأكثرية اللي ما حدا شايفها؟ يعني للأسف فيش سفير عربي بيزورون، سفير دولة صغيرة. هذا تجني واقع، هذا تشويه للواقع. ليس هذا 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 هذه العلا أو الأكثرية. لو كان يريد حزب الله رئيسا لجاء برئيس، ولكنه لا يريد رئيسا تحديا. لو كان مفتاح مجلس سوف يعطل الوضع. بعدين ما أكثر هذه الأكثرية هي يميل جبران باسيل يأخذ كتلته عند حزب الله، انتهى الموضوع. يعني ما هو حليف حزب الله وليس حليف هذا التكتل الموجود على تناقضاته شكرا جزيلا. يعني كل حتى النواب اللي طلعوا معهم هذا تشويه كبير للواقع. هذا تشويه للواقع، يعني هو ليس تشويه، هو توصيف مختلف. توصيف مختلف المؤيدين، توصيف مختلف لأحد. يعني لا أحد. أين المعارضون يا سيدي يا عميد؟ أين المعارضون؟ إذا كانت المعارضة هي الأكثرية، أين هي المعارضة؟ لا صوت لها، لا موجود بالشارع ولا موجود بالإعلام، موجود بس أين وين السلاح؟ هلا حزب الله ضعيف وليس في قوته. أين هم المعارضة يا أخي؟ وين المعارضة؟ الآن الوضع مختلف جدا. الآن الوضع مختلف جدا. في لقاء معراب وصفت المعارضة على أنها منقسمة على نفسها. ما المعارضة عارضتها؟ المعارضة عارضت هذه المعارضة واعتبرت أن لقاء بين الحكيم والحكيمة، ليس أكثر من ذلك. شكرا. أكيد للحديث بقية، هذا الملف مفتوح طوال هذه الفترة. أكيد للحديث بقية. شكرا جزيلا لكما، من بيروت الكاتب الصحفي علي السبتي، وأيضا من بيروت العميد الركن المتقاعد سعيد القزح المحلل العسكري. شكرا جزيلا لكما.
تمكنت القوات المسلحة السودانية من السيطرة على عدة أحياء في الخرطوم بحرية المتاخمة للعاصمة الخرطوم بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع، وتظهر اللقطات دمارا هائلا في السيارات والمنازل ومرفق صحي في الخرطوم بحري. وعلى الرغم من القتال العنيف والنزوح الجماعي لمعظم السكان، إلا أن البعض قرر البقاء لكن في ظل ظروف حياتية وخدماتية وصفوها بالصعبة جدا. والله كهرباء ما فيش قاطع مننا من بدري خالص، والموية برضو يعني برضو قاطع مننا بعد تعب حتى نلقى موية أحيانا، وبعد ذاك يعني حتى لو لقيناه بدأت تشتري بتشتريها بأسعار غالية شديدة جدا جدا. هالحرف دينا من ما قامت افتكرنا انه شغب او اي مظاهرة بتنتهي بيومين ثلاثة، ما طلعنا ناس على قدر حالنا، وأهلنا في الولاية زاد برضو الناس ظروف ونوصف منه، لما نمشي نتجهي الموضوع بيتحسن سريع وبينتهي. أكثر من 16 محل ده واحد فقدنا كل ما نملك فيه، رجعنا ولايات ما جينا راجعين إلا البلد بقت آمنة بفضل القوات المسلحة اللي هي شنو سبب الأمان وصمام الأمان للبلد، فجينا راجعين لجنو إنه اشتغل ونشيد الناس كلهم بإنه يرجعوا لمحلاتهم، لأن المحلات ضررت والناس هيت الباقي حاجة تتلمها وضرر بالغ شديد بالنسبة للناس. وفي قلب العاصمة السودانية كان سوق أم درمان العريق يجسد تاريخا غنيا وثقافة متنوعة في مختلف أنحاء البلاد، لكن مع اندلاع الحرب تحولت هذه البقعة النابضة بالحياة إلى ذكرى مؤلمة حيث عصفت بها رياح العنف والدمار. المحلات التي كانت تعج بالزوار وتنبض بالحركة أصبحت الآن خرابا، وشهادات الماضي تلاشت تحت أنقاض الحاضر. هذا ويعقد آلاف من النازحين بدارفور أمالهم على وصول ما يكفي من مساعدات إنسانية إلى مخيمات النزوح واللجوء، لكن حتى الآن ورغم فتح المعابر لم تصل المساعدات الغذائية، ما جعل البعض يشارك الحيوانات في علفها لسد الجوع المنتشر بمخيمات النزوح. ينتظر آلاف النازحين بمخيمات دارفور بفارغ الصبر وصول المساعدات الإنسانية إلى الإقليم. داخل هذه الخيمة البالية بمخيم لاغاوا بشرق دارفور نال الجوع والمرض من جسد نور الشام وأطفالها. لأكثر من عام لم يجدوا إلا القليل من الطعام ليسد رمقهم. والله يعاني من أي حاجة، من جوع ومعاني من حاجة نرقد فوقها، معاني من أكل من شراب من أي حاجة. تعويضا للنقص الحاد في الغذاء لجأت معظم الأسر النازحة إلى استخدام مخلفات الفول السوداني التي تستخدم أساسا لعلف الحيوانات كطعام لأبنائها مع منتجات موسمية أخرى.
ذات قيمة غذائية متدنية لكافة الوجبات اليومية. كنت والله عندي العنبات وحبة العجل وما يدقوا ونغربوا ونصوتوا والله للأطفال. في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في السودان بمواقع عديدة، تزداد تدفقات النازحين من وسط السودان وكردفان ومناطق عديدة من دارفور إلى شرق دارفور. ولحد الآن في وافدين جداد، لكن قزا ما في. أولا أولادنا بيأكلوا العنباس، الأسبوع المضى مشوا أكلوا العنباس والسمموا. خلف غياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين بدارفور انتشارا واسعا لسوء التغذية، فقد أدى ذلك لوفاة مئات الأطفال داخل المخيمات والمجتمعات المضيفة. على الرغم من فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، إلا أنه حتى الآن لا وصول لمواد إغاثية كافية لتغطية الحاجة الكلية للغذاء بدارفور، فهناك تعقيدات أمنية وبيئية يضاف إليها قلة الغذاء المقدم من المنظمات العالمية. صالح أبو علامة، قناة الحدث، إقليم دارفور، غربي السودان. من القاهرة ينضم إلينا اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، المختص في إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور أمين. أين وصلت الأزمة في السودان التي وصفت بأنها منسية في خضم ما يحدث الآن في بعض دول الشرق الأوسط كلبنان وغزة؟ مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين. حقيقة صور مؤلمة وأزمة منسية من قبل المجتمع الإقليمي والدولي، وبالتالي النداء الآن أن ألحقوا السودان وألحقوا أهلنا في دارفور وفي مختلف مناطق السودان. حقيقة الصراع الآن وصل إلى مسألة الحسم العسكري، وبالتالي تناسج جميع المأساة الإنسانية. هذا أمر طبعا مؤسف جدا، وبالتالي أصبحت الخيارات ضيقة جدا الآن. رأينا الدمار، رأينا المعاناة الإنسانية في توفير الغذاء والعلاج والكساء، والآن فصل الشتاء يدخل على السودانيين وبدون أي مشروع لإنقاذهم. هذا أمر طبعا مؤسف جدا في ظل انشغال العالم بالحروب الأخرى في الشرق الأوسط، وبالتالي السودان يحتاج إلى جهود أبنائه في المقام الأول أن تقف هذه الحرب بأسرع ما يمكن، ومن ثم الوصول إلى مشروع قومي يدفع بالسودان إلى مرافق الأمن والاستقرار والرفاهية، ومن ثم على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في إمداد السودان والإمداد بالغذاء والعلاج والإعمار. هذا الدمار لن يستطيع السودانيون لوحدهم أن يعيدوا إعمار هذه الأسواق والمنازل التي تدمرت، وبالتالي نحتاج إلى مشروع مارشال جديد للسودان حتى يقف على رجليه مرة أخرى. نعم، طيب ما هي المواقع التي استعادها الجيش من قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم؟ في محور شرق النيل البحري بحمد الله استطاعت القوات المسلحة أن تؤمن منطقة الحلفاية تماما، وانتشرت بالأمس أو الأمس في منطقة شنبات تم تأمينها حتى حدود سوق بحري، وأيضا في منطقة حطاب تكاملت القوات في منطقة الحاج يوسف، وهنالك حركة لقوات سلاح الإشارة نحو موقف شندي وكافوري. بالنسبة لجنوب الخرطوم، المدرعات وصلت الآن إلى مجمع الرواد، وهو يبعد حوالي 5 إلى 10 كيلو من معسكر المدرعات، وبالتالي هذا تأمين كبير جدا. أيضا سوق الخرطوم، السوق العربي، تجري معارك متقطعة، ولكن القوات المسلحة وصلت إلى منتصف السوق. تم تأمين منطقة المقرن تماما، المباني العالية، مبنى الكهرباء، وهذا يعتبر انتصار كبير جدا، قرب من المسافة إلى القصر الرئاسي وإلى القيادة العامة. في محور مدرمان القوات قامت بتنظيف مناطق الفتحاب ومناطق صالحة ومبدة، وبالتالي غد يتم قطع الإمداد تماما عن محور صالحة جبل أولياء، وبالتالي لن تجد ميليشيا الدعم السريع أي إمدادات من هذه المنطقة تدخل إليها عبر كوبري جبل أولياء إلى المناطق الوسطى. في منطقة جبل موية التأمين يصير بصورة طيبة، أعتقد أن المرحلة الجاية ستكون للسوكي والدندر ومنها إلى ولاية
الجزيرة. كذلك في منطقة الفاو شرق السودان يتم التأمين وتطهير الغرى من الدعم السريع، وكذلك في منطقة المناقل التي تعتبر هي الجبهة الرئيسية لتحرير ولاية الجزيرة. طب بالنسبة للمشاهد التي شهدناها، منازل مدمرة، محلات مدمرة، يعني من يسكنون في هذه المناطق ومن يعملون في هذه المحلات أين يذهبون؟ من سيقدم على تعويضهم بهذا الضرر؟ ومنهم من لم يتمكن من الخروج من البلاد أساسا، ومنهم لا يرغب أن يترك أرضه وبيته. واحدة من إبداعات الشعب السوداني أنه لا يوجد نازحين في معسكرات، كل هؤلاء اتجهوا إلى المناطق الآمنة، تم إسكانهم مع أهلهم مع معارفهم، ولكن الحاجة كبيرة جدا الآن لتوفير الغذاء وتوفير العلاج. لذلك التعويض لا تستطيع الحكومة أن تعوض أي فرد، ولكن لا بد من إعمار كامل لهذه المناطق حتى لا يكون هنالك فاغت، نسميه فاغت تربوي وارتدادات أمنية، لأن من لم يجد الغذاء في فترة الحرب سيحاول الحصول عليه بالقوة في فترة السلام. لذلك لا بد من التجهيز حتى الآن للإعمار، ولا بد من التجهيز مبكرا لإعمار هذه المنازل وإعادة المواطنين إلى مناطقهم حتى لا يكون هنالك ضغط على الخدمات في مناطق أخرى. هي مسؤولية إقليمية دولية محلية، والمجتمع السوداني الآن يتكاتف، هنالك مبادرات في مختلف دول العالم تعمل على توفير الاحتياجات، ولكن لن تصل إلى الحد الأدنى المتوقع. نتحدث عن حوالي 250 مليار دولار للبنيات التحتية فقط، ونتحدث أكثر عن 150 مليار دولار للمدارس والمستشفيات والاحتياجات الإنسانية، وهذه مبالغ كبيرة ليس في قدرة السودان، ولكن نتوقع من المجتمع الدولي العون والمساعدة. شكرا. من القاهرة اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، المختص في إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية. مشاهدينا شكرا لكم على كرم المتابعة، انتهت الساعة الأولى، دقائق ونعود ونلقاكم في الساعة الثانية، ابقوا معنا.
رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن الجيش في حالة حرب ويصف الهجوم على قاعدة جولاني بالمؤلم. حزب الله يعلن قصف قاعدة بحرية إسرائيلية ويتوعد تل أبيب بالمزيد. وزير الخارجية الإيراني يصل عمان ويلتقي كبير مفاوضي الحوثي هناك. رئيس الشباك يلتقي رئيس المخابرات المصرية، وإسرائيل تضرب نازحين في مدرسة ومستشفى. صور جديدة صادمة لما خلفته المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم وأم درمان. بكم مشاهدينا في الساعة الثانية. بعد إعلانه صد محاولات تسلل إسرائيلية عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قال حزب الله في بيان له إنه استهدف بالمدفعية جنودا إسرائيليين في بلدة مارون الراس الحدودية. وفي بيان آخر أعلن الحزب أنه نفذ ضربة صاروخية وصفها بالنوعية على قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا في شمال إسرائيل. وأوضح البيان أن تلك الهجمات تأتي ردا على ما سماها الاعتداءات والمجازر الإسرائيلية في لبنان. وفي أحدث اتهام لإسرائيل بانتهاك القرارات الدولية، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إن دبابتين إسرائيليتين من نوع يركافا اقتحمتا يوم الأحد البوابة الرئيسية لأحد مواقعها جنوب لبنان، مضيفة أن جنود الموقع أبلغوا عن إطلاق عدة رشقات نارية على مسافة 100 متر شمالا بعد مغادرة الدبابتين. كما ذكرت اليونيفيل أن 15 من جنودها عانوا من أعراض ومشاكل طبية بسبب الدخان الناجم عن إطلاق النار. رواية القوة الدولية خالفها الجيش الإسرائيلي إذ أوضح أن إحدى دباباته دخلت موقعا للقوة الدولية خلال إجلائها 15 جنديا أصيبوا بصواريخ مضادة للدبابات أطلقها حزب الله عليهم، نافيا الحديث عن اقتحام للقاعدة أو محاولة اقتحامها. كما أضاف الجيش الإسرائيلي أنه أقام ساترا من الدخان للتغطية على عملية إجلاء جنوده الجرحى، مؤكدا أن تصرفاته لم تشكل أي خطر على القوة الدولية. حذر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية من خطر تفشي الأمراض في لبنان بسبب ظروف التكدس في ملاجئ النازحين وإغلاق مستشفيات مع فرار مسعفين من الهجوم الإسرائيلي. وقال المسؤول إن هناك احتمالا كبيرا لتفشي أمراض مثل الجرب، الإسهال المائي الحاد، والتهاب الكبد، وعددا من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وكانت الحصيلة الرسمية للقتلى جراء الغارات الإسرائيلية ارتفعت إلى أكثر من 2300. ولادة في قلب الصراع، هكذا كان قدر الذين كتبت لهم الحياة في لبنان حاليا، إذ يعيش الأطفال حديثو الولادة والأمهات معاناة حقيقية جراء الضربات الإسرائيلية. تقرير لوكالة رويترز لفت إلى وجود أطفال وحوامل بين النازحين يعانون من التغذية غير الكافية، وكشف عن وجود حوالي 12 ألف حامل في لبنان، فيما من المتوقع أن تلد قرابة 4000 منهن في الأشهر المقبلة الثلاثة. أكيد بهذه الفترة في كتير صعوبات،
في كتير ناس حين عم يجوا يولدوا أو من جنوب أو من الضاحية، طبعاً عم بيكون الوضع كتير صعيب، عم بيكونوا سترسي لأنه تركين بيوتهم عم بفضلوا يولدوا لو شوي أبكر، بس يعني بحسوا أفضل إذا بيكون البيبي معهم ولا أنه يكونوا بعدهم pregnant بهذا الوضع ومش عارفين شو معقول يصير أو يحسوا شيء فجأة أو يصير شيء ريسك على البيبي. يعني صعب كتير للأمات الحبالة أنه يسمعوا بالحرب وبالأصوات اللي عم تنسمع، لأنه هيدي بتأثر على البيبي كمان. يعني حتى إذا ولد بهيك أجواء كمان رح يكون عنده ستريس، رح يكون عنده الأم رح يصير عندها ديبريشن، يمكن رح يتعرض لمشاكل صحية. حتى المواد اللي عم تنزل بلبنان ممكن كمان تأثر على البيبي. من حيفا ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم. سأذهب معك زياد هذه المرة، البيان الذي أعلن عنه الحزب في استهداف قاعدة ستيلة ماريس البحرية شمال غرب حيفا، الأضرار التي وقعت في هذه الغارة، هذه نقطة. النقطة الثانية، يدعوت أحرنوت قالت بأنه هناك توسيع من حزب الله لنطاق الاستهداف وصل إلى وسط تل أبيب، مزيد من التفاصيل. هذا صحيح، ما قالته يدعوت أحرنوت ليس دقيقا لأنه ليس توسيع جديد للمدى. حزب الله قبل يومين ضرب بمسيرة أيضا هرتسلية وسط إسرائيل، وبالتالي هذا الأمر يتكرر، الاستهداف إلى وسط إسرائيل ليست المرة الأولى التي يقوم بها حزب الله. أطلق أيضا صواريخ باليستية تجاه وسط إسرائيل، وقبل بعض الوقت أيضا أطلق 5 صواريخ تجاه نتانيا الواقع شمال تل أبيب عفوا. اعترض الجيش الإسرائيلي الصواريخ 5 وأجزاء من الصواريخ سقطت في مدينة نتانيا، على ما يبدو بأنه استهدف أيضا هناك قاعدة عسكرية في منطقة بيت ليد شرق مدينة نتانيا. فيما خص استهداف القواعد العسكرية في محيط حيفا لم يبلغ عن أضرار أو إصابات من قبل الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي حتى الساعة. طيب سأنتقل على المقلب الآخر إلى غنوة يتيم من بيروت. غنوة، لك أن تطلعينا على مزيد من التفاصيل. المساعدات الإنسانية وصلت بالطائرة من السعودية، هل سيبدأ عملية توزيع هذه المساعدات على المحتاجين، وما هو الجديد أيضا إذا كانت هناك أي مواقف سياسية؟ من المفترض أن يبدأ توزيع هذه المساعدات بعد حوالي 9 أيام أو 10 أيام من الآن. هذه المساعدات ستحتاج إلى 10 أيام للوصول بشكل كامل. هي طبعا جسر جوي بدأ منذ يوم أمس، ويحمل هذا الجسر 350 طن من المساعدات الغذائية وأيضا مساعدات الأدوية. ولكن يعني حتى الآن آلية توزيع تلك المساعدات والموعد المحدد لتوزيع تلك المساعدات غير معروف. بالطبع مركز ملك سلمان كان قد أعلن بأنه يعني كما جرت العادة لدى هذا المركز بأن يكون هناك دائما إشراف بشكل مباشر على توزيع تلك المساعدات، كما كنا نتابع خلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وأيضا خلال أزمة النزوح السوري وتوزيع المساعدات على العائلات المضيفة. رغم وصول هذا العدد كبير من المساعدات من المملكة العربية السعودية ومن غيرها من الدول، ولكن يبدو بأن هناك تخوف بأن في حال استمرت هذه الحرب لوقت طويل سيكون هناك صعوبة في تأمين مستلزمات النزوح، خاصة وأننا على أبواب فصل الشتاء، وهذا ما يقلق لبنان الرسمي حاليا، لأنه هذا يعني بأنه سيكون هناك عليهم العمل أيضا لتأمين موضوع التدفئة، خاصة وأن عدد من مراكز النزوح موجودة في مناطق جبلية الحرارة منخفضة. أصلا سكان تلك المناطق يواجهون كانوا مشاكل في تأمين موضوع التدفئة، لذلك سيكون هناك عبء آخر على الدولة اللبنانية. إضافة إلى موضوع عدد النازحين الموجودين في المدارس، هناك من استأجر
شقق أيضا تحاول الوزارات المعنية تأمين مساعدات لهم. وهناك أيضا موضوع العائلات المضيفة، وهو تقريبا يعني بحسب الهيئة العليا للإغاثة وصل عدد تلك العائلات تقريبا إلى نصف مليون عائلة. أيضا هناك محاولات لمد تلك العائلات بالمساعدات اللازمة لتأمين احتياجات النازحين لديها. لذلك هذا الموضوع متشعب جدا، استمراره لوقت طويل سيشكل نوع من الضغط على أيضا الحكومة، على أيضا على الحكومة اللبنانية. وقبل قليل محافظ بعلبك الهرمل كان قد أعلن بأنه كان هناك قافلة من المساعدات التي توجهت من بيروت إلى البقاع، يبدو بأن هناك حدث نوع من استهداف أو غارة بالقرب منها. لذلك أيضا هناك تخوف من أن يكون هناك ضغط من أجل عدم وصول المساعدات لبعض المناطق في لبنان كما حدث يعني في منطقة بعلبك الهرمل. نعم، سأنتقل إلى زياد. زياد، كانت هناك تصريحات تأتي عبر مواقع من الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع 3 مواقع بمنطقة الشارون سقطت فيها شظايا صاروخية. طبيعة هذه المنطقة وإن كانت سجلت هناك أي إصابات؟ هي منطقة نتانيا التي تحدثت عنها قبل قليل، جرى اعتراض 5 صواريخ أطلقت من قبل حزب الله متوسطة المدى تجاه تلك المنطقة، وجرى اعتراض. وعلى ما يبدو بأن أجزاء إما من الصواريخ الاعتراض نفسها أو من الصواريخ التي تم اعتراضها وتشضت إلى شظايا، وقعت أجزاء منها في إطار مدينة نتانيا، أضرار مادية في تلك المنطقة. حزب الله قال إنه استهدف معسكر أو قاعدة بيت ليد الواقعة عمليا شرق مدينة نتانيا الساحلية. ليست المرة الأولى التي تصل فيها الصواريخ إلى تلك المنطقة والمسيرات كذلك الأمر. حاليا في إسرائيل ما زالوا تحت وقع الصدمة التي نجمت عن مسيرة الأمس في منطقة بنيامينة الواقعة جنوب مدينة حيفا. يتضح كلما ازداد التحقيق عمقا بأن الفشل كان كبيرا جدا، ليس فقط بأن الدفاعات الجوية لم تعترض المسيرة التابعة لحزب الله، بل قبل عشر دقائق من اصطدامها بالقاعدة العسكرية وقتل الجنود، اتصل إسرائيليان في منطقة يوكنعم الواقعة جنوب حيفا، قالا للشرطة إنهما يريان مسيرة في الأجواء. الشرطة اتصلت بسلاح الجو الإسرائيلي، كان الرد أيضا ملفتا جدا، قالوا للشرطة صحيح هناك مسيرة وهي تابعة للقوات الإسرائيلية، بمعنى اعتقدوا بأن مسيرة حزب الله إنما تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي. طيب، كنت أريد أن أسألك أيضا، سموتريش يقول أنا راضي عن الخطط الإسرائيلية المقترحة للرد على هجوم إيران، هل طرحت هذه الخطط؟ هل تنتظر الموافقة السياسية أم ماذا؟ وإذا كان يدور حديث حول الموعد المرتقب للرد الإسرائيلي على إيران وشكله طبعا. نعم، بتقدير سموتريتش بالذات كما بن غفير لا يتم إشراكهما في حقيقة وطبيعة الرد على إيران خشية من التسريب. وربما الكثيرون في إسرائيل ينتقدون أساسا أنهما أعضاء في المجلس الأمني المصغر، كون الرجلين بالذات ليس لديهما أدنى خبرة أمنية أو عسكرية بأي شكل من الأشكال. وبالتالي لا أعرف ما هو التقييم الذي يتحدث عنه، ربما بشكل عام أبلغه نتنياهو بأن الرد سيكون كبيرا أو صغيرا، لكن لا أعتقد بأنه في صلب التفاصيل. نعم، ماذا عن الخلية التي يتحدث عنها بعض وسائل الإعلام العبرية، الخلية الإيرانية المتواجدة في الداخل الإسرائيلي لاغتيال شخصية بارزة هناك؟ هذا صحيح، قرأت لائحة الاتهام التي قدمت ضد الشخصين وهما من مدينة رامات جان الواقع بالقرب من تل أبيب تماما. الأمور ملفتة، بمعنى الاتهام الأساسي هو أنهما تخابرا مع المخابرات الإيرانية، أبديا استعدادا لاغتيال شخصية سياسية لم تحدد في مقابل تلقي أموال عمليا. لكن من ربما يقرأ التفاصيل يعتقد بأن المحاولة لم تكن جدية في أدنى
تقدير. التواصل معهما كان عبر الواتساب وعبر انستغرام وعبر أمور يسهل تعقبها في واقع الأمر، بمعنى الأمور ذاهبة إلى ربما خانة هواء أكثر منه أمر جدي. رغم ذلك تم تقديم لائحة اتهام ضدهما بالتخابر مع جهة أجنبية وربما الاستعداد لتنفيذ عملية اغتيال لصالح إيران. نعم، شكرا جزيلا من حيفا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، ومن بيروت مراسلة الحدث غنوة يتيم. أجرى مدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشباك رونين بار مباحثات في مصر مع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل في اجتماع عقد بالقاهرة أمس الأحد، وناقش الطرفان المفاوضات المتوقعة حول صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، دون أن يسفر الاجتماع عن اختراق يذكر وفق إعلام إسرائيلي. والتقارير الإعلامية الإسرائيلية أشارت إلى أن الجانبين تطرقا إلى موضوع معبر رفح الحدودي الذي أغلق منذ مايو الماضي بعد الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح. ميدانيا، استهدفت 3 غارات إسرائيلية خيام النازحين في ساحة مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وذكر مراسل الحدث أن الغارات أدت إلى مقتل وإصابة العشرات في ساحة المستشفى، ما أدى لاندلاع حرائق في العديد من الخيام. أقف هنا على آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي بعد استهداف خيام العائلات النازحة في ساحة مستشفى شهداء الأقصى. هذا الاستهداف 8 لخيام العائلات النازحة في مستشفى شهداء الأقصى. فجر هذا اليوم الجيش الإسرائيلي استهدف إحدى الخيام للعائلات الموجودة في هذه المنطقة، واشتعلت النيران في كل هذه المنطقة واحترقت عشرات الخيام الموجودة في هذا المكان. يعني تفاجأت هذه العائلات بهذه النيران تلتهم خيامها وأجسادها، وتم نقل أكثر من 40 إصابة إلى مستشفى شهداء الأقصى وباقي مستشفيات جنوب قطاع غزة، وسقط في هذا الاستهداف 3 ضحايا. كما تشاهد هنا دمار كبير في هذا الاستهداف وحرق لكل أمتعة وفراش وخيام العائلات النازحة الموجودة في هذه المنطقة. كل المتواجدين في هذه المنطقة هم عائلات نازحة من مناطق شمال قطاع غزة، وصلوا إلى هذه المنطقة منذ بداية الحرب على القطاع، وفي كل مرة يتم استهداف هذه الخيام وهذه العائلات الموجودة في هذه المنطقة. الآن العائلات تحاول البحث عن ما تبقى من خيامها وما نجا من هذا الاستهداف لمحاولة استصلاحه وبناء خيامها من جديد في هذه المنطقة. يعني الحمد لله على السلامة. إيش صار عندك في المنطقة؟ ضربوا الليلة والناس نايمة هنا في قلب الخيام تبعتها، ضربوها وهي ساعة واحدة ب10 كانت الساعة، الناس نايمة. يعني قالوا في المنطقة دير البلح أمان والحال المكان هنا المنطقة إنسانية، وين الأمان؟ وين يروحوا؟ قاعدين برحلهم الشباب بيقولوا تعالوا على الجنوب هنا على الجنوب هان. هاي الناس سيبت بيتها وسيبت دورها وسيبت حالها وجت على هنا على الجنوب. قلنا في الخيام والناس نايمة ضربوها. وهنا كل طالعين سيبوا الشهيد وماتت الناس ليلة حرق، حرق ماتوا الناس. إن شاء الله وقفوا معانا يطلعونا يطلعونا يطلعوا للناس الغلابة. لحبونا بقلب الخيام يعني ستاير شرايط لجيانا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. معنا هنا سيدة ناجي أيضا. الحمد لله على السلامة. إيش اللي صار عندك اليوم؟ الله يسلمك يا خالتي. أنا أم لسبع بنات زي ما أنت شايف، كنا نايمين وآمنين في قلب الخيمة الساعة 1:10 يا خالتي، ما لقيت النار إلا طالع فوق الخيمة ساحن الرجلين بناتي ساحن نايمين علينا زي ما أنت شايف، وعين انحرقت، فراشنا انحرق، كل حالنا انحرق، حتى يا خالتي الأجرار انفجرت. أنا مارة لسبع بنات، وين الخيمة؟ قلت وين أروح؟ وانا اروح انا وسبع ولايه زي ما انت شايف يا خالتي، فيش امن ولا امان بالمره، فيش امان يا خالتي زي ما انت شايف، لا مستشفى امنه ولا مدرسه امنه. حسبي الله وانت نعم الوكيل على اليوم. خلي كل كثير والله يا خالتي، والله ليله صعبه صعبه، 3 ساعات يا خالتي والنار مولعه. ايش اقول لك؟ مش عارف ايش تحكي، كل العالم بناشد، كل العالم ولا وهيني قاعده يا خالتي انا في السقعه. وهي زي ما انت شايف، ايوه بناتي طلع شوف، هي بناتي كيف الله لو بناتي فراشنا كله شايفه، ما ضلش شيء خير، ما ضلش والله، حتى العطاج خيمة جيران غسيلي الحرق، ايش بدي اسوي يا خالتي؟ ان الله يوم السلام ان شاء الله يا رب. الله يسلمك. يعني هذا هو حال العائلات النازحه الموجوده في مستشفى شهداء الاقصى. والناس تقف معنا والان والناس تقف معنا. يعني هذا هو الحال الان داخل مستشفى شهداء الاقصى،
يعني العائلات نزحت باتجاه هذه المنطقة وهذا المستشفى على اعتبار أنه يحظى بحماية دولية، ولكن الصواريخ الإسرائيلية لاحقت السكان والعائلات النازحة في هذه المنطقة للمرة الثامنة داخل مستشفى شهداء الأقصى. لقناتي العربية والحدث من مستشفى شهداء الأقصى، أسامة الكحول. وكان دفاع المدني في قطاع غزة ذكر أن ما لا يقل عن 22 شخصا قتلوا، في حين أصيب أكثر من 50 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مساء الأحد مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع. وأضاف الدفاع المدني أن عددا كبيرا من الجرحى قد بترت أطرافهم العلوية والسفلية نتيجة الإصابات. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في التقارير حول ذلك القصف. شباب لحم لحم خلاص يا اخوان خلاص ورا الزير هذا والحوت زق الحوت زق الحوت. الاصابات التي وصلت الينا اصابات بالغه، منها عدد كبير أصيب من الأطفال والنساء، وعدد من المصابين أصيب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وأعداد كبيرة وصلت إصابات خطيرة بالرأس والصدر، وهناك أيضا من بين المصابين منهم عدد كبير بترت أطرافه العلوية والسفلية من جراء القصف الهمجي الذي قام جيش الاحتلال باستهداف المواطنين في هذه المدرسة، ليرتفع عدد الشهداء منذ صباح هذا اليوم إلى أكثر من 35 شهيدا في المحافظة الوسطى. وقد وسعت القوات الإسرائيلية نطاق توغلها في شمال قطاع غزة، ووصلت الدبابات إلى الأطراف الشمالية للمدينة، حيث قال السكان إن القوات الإسرائيلية قصفت بعض المناطق في حي الشيخ رضوان، ما أجبر الكثير من الأسر على ترك منازلهم. وأضافوا أن القوات الإسرائيلية عزلت فعليا مدن بيت حانون وجباليا وبيت لاهية في شمال القطاع من مدينة غزة، ومنعت التنقل بين المنطقتين إلا بعد الحصول على تصريح، وبعد مرور 9 أيام على العملية الإسرائيلية في شمال غزة ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 300 فلسطيني وفق السلطات في غزة. وتقول السلطات إن القصف الإسرائيلي لمنازل المدنيين وأماكن النازحين يهدف إلى إجبار السكان على مغادرة غزة نهائيا، وهو ما تنفيه إسرائيل. واعتبرت مسؤولة أممية أن ما يحدث في شمال غزة مرعب وتعجز الكلمات عن وصفه، فيما قالت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس إن على إسرائيل أن تفعل المزيد على نحو عاجل لتسهيل تدفق المساعدات. طبعا بنشكر الإخوة في منظمة الصحة العالمية اللي قاموا بتخفيف الضغط على مستشفى كمال عدوان من خلال إخراج بعض الحالات إلى مستشفيات قطاع غزة، وكذلك تم إمدادنا بالوقود اللازم لتشغيل مستشفى كمال عدوان اللي بيقدم خدمة الأطفال وخدمة غسيل الكلى وخدمة جرح الأطفال. وأنا بنشد كل اللي في قلبه رحمة ورأفة إنه ينظر للمصابين اللي في شمال القطاع وللأطفال وللنساء، ينظر لهم بعين الرحمة والرأفة. إيش أدوية؟ إيش جرحة؟ إيش دكاترة؟ إيش حد يدور عليه؟ ما يحدث هو عبارة عن تجويع، عن حصار، عن قصف مدفعي. الدبابات موجودة وجيش الاحتلال متواجد على أسوار هذه المدارس ومحاوط لمدرسة شادي أبو غزالة ومدرسة الفالوجة
ومدرسة حفصة بنت عمر الحكومية. شال عدد المصابات في مدرسة حفصة في منطقة الفلوجة ومحيط منطقة شادي أبو غزالة. هناك عدد من الشهداء وعدد المصابات لا يزال في المكان، وإطلاق النار قريب جدا من هذا المكان. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون. أهلا بك معنا خضر. يعني نحن نتحدث في خضم تطبيق خطة الجنرالات في قطاع غزة وبعد التهجير من مخيم جباليا وتحديدا في الشمال، لك أن تصف لنا كيف يخرج هؤلاء أو من يريد الخروج، كيف يخرج، طريقة خروجهم، مساعدات، تموينات غذائية متبقية في شمال القطاع لمن يقطنون هناك حتى هذه اللحظة. نعم تهاني، يعني نبدا اولا من الوضع الميداني المتفجر والمتوتر هنا خاصه في المناطق الشماليه من قطاع غزه وتحديدا في بلده بيت حانون وبيت لاهيا وبلده جباليا ومخيمها. هذا المخيم الذي كان قبل ساعات من الان تعرض لعمليه قصف من قبل مدفعيه الجيش الاسرائيلي والتي استهدفت مركز التموين الخاص بمخيم جباليا والذي يقع وسط المخيم. ادى هذا الاستهداف بقذائف مدفعيه الجيش الإسرائيلي إلى سقوط 10 فلسطينيين بينهم أطفال وأيضا سيدات، إضافة أيضا إلى إصابة أكثر من 40 فلسطينيا عندما كانوا يصطفون للحصول على مواد إغاثية وإعانات تموينية من هذا المركز الذي يتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. أيضا سبق هذا الاستهداف عدة استهدافات في مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وتحديدا شرق مخيم جباليا وغرب المخيم وأيضا في أطراف بلدة بيت لاهيا. كل هذا يأتي أيضا في ظل عملية نزوح، ولكن هذه العملية هي بطيئة جدا وأعداد قليلة حاليا من المواطنين الذين ينزحون بسبب استمرار الجيش الإسرائيلي بعملية يعني إطباقه وحصاره المحكم على محافظة شمال قطاع غزة. ويقول الجيش الإسرائيلي بأنه يعني أوجد ممرات آمنة لعملية النزوح، ولكن المواطن عندما يتحرك باتجاه تلك الممرات التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها طرق آمنة يقوم باستهداف المواطنين. وهناك أعداد أفدنا بأن هناك أعداد من المواطنين سقطوا في الشوارع، بعضهم مصاب وبعضهم أيضا قضى، يعني سقط ضحية نتيجة هذه الاستهدافات خاصة من قبل المسيرات الإسرائيلية. أيضا المناطق الشمالية تهاني باتت تعاني من قلة وجود الطعام المأكل والمشرب، حيث المواطنون يعانون من عدم توفر المواد الغذائية بسبب أيضا منع الجيش الإسرائيلي وصول شاحنات المساعدات للمناطق الشمالية هنا في من القطاع. وأيضا هذا كله يأتي يعني وسط مطالبات أممية وأيضا دولية بضرورة السماح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى المناطق. طيب هل في ممرات آمنة يا خضر؟ هل في ممرات آمنة لتجعل من سكان الشمال يتجاوزون محور نتساريم في ممرات آمنة؟ طبعا هذا المحور الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي. نعم فعلا، المواطنون هنا الذين يقومون بعملية النزوح من المناطق الشمالية على وجه التحديد من قطاع غزة باتجاه المناطق كلها حاليا تتمركز تهاني في أحياء مدينة غزة المختلفة سواء الشرقية منها وحتى الغربية، ولم يتوجه المواطنون باتجاه منطقة محور نتساريم على طريقي هارون الرشيد الطريق الساحلي أو طريق صلاح الدين، حيث تم استهداف عدد من المواطنين وبعضهم أيضا تمكن من الوصول، ولكن عدد قليل جدا ممن يعني كان نصيبه أو حظه أن يتجاوز هذا الحاجز دون أن يصاب. ولكن نعم، المواطنون خشية من استهدافهم يبقون في نعم أحياء مدينة غزة المختلفة والتي باتت متكدسة. شكرا على كل هذه الإيضاحات من غزة مراسل الحدث خضر الزعنون. مشاهدينا نتوقف مع هذه المشاهد التي تشاهدونها الآن، هي صور لغارة إسرائيلية قرب بعلبك شرق لبنان. إذن غارة إسرائيلية قرب بعلبك شرق لبنان. ضربت العالم كله هون، ضربي تاني ضربت كل العالم، لا بشيله ضربت العالم كله هون، ضربي تاني ضربت كل العالم، لا بشيله. إذن هذه كما تشاهدون للضربة الإسرائيلية بالقرب من بعلبك في شرق لبنان. طبعا هذه الضربة في خضم استمرار الضربات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت وأيضا في الجنوب اللبناني.
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة استخدم عددا من الفلسطينيين المعتقلين كدروع بشرية. وقالت الصحيفة في تقريرها إن الجيش أرغم المعتقلين الفلسطينيين على استكشاف أماكن في غزة خوفا من تواجد عناصر حماس. وأوضحت الصحيفة أن الجيش أجبر المعتقلين على استطلاع وتصوير شبكات الأنفاق التي يعتقد الجيش الإسرائيلي أن المقاتلين الفلسطينيين ما زالوا يختبئون فيها. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها وحاصرت أحد المنازل في مخيم جنين، فيما اندلعت مواجهات بين القوة الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين. هجاش هجاش طاير كل صراصير. هاي القوة الثانية شباب، القوة الثانية. هاي الصكاير. هاي من رام الله ينضم إلينا القيادي في حركة فتح منير الجاغوب. أهلا بك معنا سيد منير. يعني أريد أن أسألك، ما التحركات الدبلوماسية التي أقدمت عليها القيادة الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية لمنع تطبيق خطة الجنرالات وفرض هذه المساحة العسكرية في شمال قطاع غزة؟ مساء الخير أختاني لك وللسادة المشاهدين. السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية ما بين سنديان الاحتلال وما بين مطرقة قتل الفلسطينيين بدم بارد في قطاع غزة استنفذت كل الحلول في الأمم المتحدة، في المجتمع الدولي، وصلت إلى كل مكان في العالم. ولكن واضح أن هذا العالم يعني يضع أصابعه في أذنيه ويديه على عينيه ولا يريد أن يستمع إلى كل هذه الجرائم التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة. بالعكس، العالم أدار ظهره إلى كل ما يحدث في القطاع وأخذ أنظاره وكاميراته باتجاه ما يحدث في جنوب لبنان، وكأن الاحتلال الإسرائيلي أخذ الناس إلى مكان آخر ليمارس جرائمه في شمال قطاع غزة وفي قطاع غزة. لا، يعني السلطة الفلسطينية تقوم بكل الواجبات المطلوبة منها وحتى الأشقاء العرب والمسلمين، ولكن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل شيء له علاقة بوقف هذه الجرائم. هي تتحدث علنا بأنها تنفذ مخططاتها بتهجير الفلسطينيين، قالوها صباحا بأنهم سوف يجعلوا قطاع غزة كراجل السيارات، لا يوجد فيه لا أناس ولا بشر ولا شجر، وكل ذلك بضرائع يسوقها الاحتلال، كل هدفها ترحيل الناس ودعهم يطلقون هذه المنطقة ويرحلوا عنها. بالتالي إذا العالم كله يعني يقف صامتا أمام كل هذه الجرائم الاحتلالية، أكثر شيء يعني مبكي عندما يتحدث لك أحد ويطالب السلطة الفلسطينية تحديدا من خصوم السلطة الفلسطينية أن تقوم بحماية الناس. عندما تحدث الرئيس محمود عباس قبل هذه الحرب وقال نطالب بحماية دولية وحمونة، هناك الكثير من هؤلاء الخصوم السياسيين أخذوا يتندروا على هذه الكلمة، والآن جميعهم يطالبون الرئيس محمود عباس بأن يضغط على العالم لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. بالتأكيد يعني هذه القيادة لن تتوانى عن تقديم ما تستطيع أن تقديمه، ولكن السؤال إذا كانت هذه القيادة تحت الاحتلال الإسرائيلي، حكومتها وشعبها وأدواتها كلها تحت الاحتلال الإسرائيلي وضغط الاحتلال الإسرائيلي، ماذا تستطيع أن تفعل مع هذا الاحتلال المجرم والقاتل؟ أيضا المحيط بنا يعني دخل في معركة ذاتية مع نفسه، لا يستطيع أن يقدم شيء للشعب الفلسطيني، وحركة حماس يعني أدخلت الجميع في هذا النفق، والجميع الآن يبحث عن طريقة للخروج من هذا النفق، عن بصيص أمل لوقف المجزرة، ليس لإعمار قطاع غزة أو إعادة الناس فيه، فقط وقف قتل الناس المدنيين والعزل. طيب العالم في صمت والسلطة الفلسطينية وعندما تجلسي معهم أين ستذهب الأمور سياسيا عسكريا
إلى أين ستذهب؟ هل فعلا ستنفذ إسرائيل خطتها في عملية التهجير؟ هتنجح إسرائيل في ذلك؟ لا، هي إسرائيل الآن يا سيدتي ما تريد أن تقوم به هي تقليص مساحة قطاع غزة للنصف، يعني كل الفلسطينيين يعني من الشمال إلى محور نتساري يجب أن يعيشوا لا كل الفلسطينيين يريدونهم في جنوب قطاع غزة، يريدوا هذا الشمال فارغ من الفلسطينيين. هم في بداية هذه المعركة وضعوا خطة شمال الشمال وشمال الجنوب في قطاع غزة منطقتين، الآن يحاصرون منطقة من هذه المناطق ويقوموا بترحيل الفلسطينيين إلى المنطقة الثانية ومن ثم من هذه المنطقة إلى جنوب قطاع غزة. هم يريدوا شمال قطاع غزة خالي من السكان، وجعل القطاع فقط 180 كيلومتر يعيش فيه 2 مليون فلسطيني، يعني هم مستكثرين 360 كيلومتر اللي بيعيشوا فيها الفلسطينيين في قطاع غزة، يريد تصغير هذا السجن إلى 180 كيلو متر مربع فقط، وكل الناس تعيش في هذه المساحة الصغيرة، ومن بعدها يصبح عمليات الخطط الجديدة، طريقة التهجير، التفكير بطريقة التهجير، طريقة الإبادة الجماعية. لا تصدقي أن ما يحدث مجزرة في قطاع غزة، ما يحدث هو تطهير عرقي لكل شيء اسمه فلسطيني في قطاع غزة، هذا ما يقوم فيه الاحتلال الإسرائيلي هناك. طيب. والعالم كله ينظر ويعلم وهو متأكد أن ما يحدث تطهير عرقي، ولكن يعني أصبح هناك عملية يعني عذرا على هذا المصطلح تمسح في الرأي العام الدولي تحديدا باتجاه ما يحدث في قطاع غزة، وكأن الموضوع أصبح طبيعيا. وللأسف الشديد المجتمع الدولي جميعه ينظر كيف سوف تنتهي هذه المشكلة وسوف نعم. وكيف تعرف يا سيد منير نتنياهو، ولكن كيف سوف نعم. يتدخل المجتمع نعم. الدولي لإنهائها؟ لا أحد يضع نعم. أي خطة أو يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه المجزرة. في زاوية حضرتك تطرقت إليها بأنه أصبح مشهد الألم عاديا الآن في العالم، في كان أحد الأطباء النفسيين كان يتحدث بأنه ما تقوم به إسرائيل الآن بحق الشعب الفلسطيني هو لبرمجة العقل اللاواعي على تقبل أي مشهد يأتي لاحقا، وهذا الأمر كان خلال عام كامل. للأسف ساعدتهم حركة حماس أو أعطتهم الذريعة حسب كل التحليلات السياسية التي تقول بأنه حركة حماس هي من أعطت الذريعة لنتنياهو بأن يقوم بهذا العمل، ولكن حضرتك شخصت الموقف، هل في مخرج؟ المخرج اللي ممكن يكون موجود على الأقل في المرحلة المقبلة أو في الأيام القليلة المقبلة لوقف هذه المجزرة؟ أول مخرج يا أخت هاني هو وقف التصريحات العنترية. هذه التصريحات ماذا تفيد الشعب الفلسطيني؟ عندما نتحدث أن لدينا آلاف المقاتلين والمعركة لم تبدأ، عندما نقول أنها خسائر تكتيكية والقادمة، هم بيصرحوا من الخارج، يعني هم مش موجودين داخل غزة. أعلم ذلك، عندما يقولوا بأن هناك المئات بانتظار دبابات الاحتلال الانقضاض عليها بعمليات استشهادية، أنا أقول لك الاحتلال لا يريد ذريعة، ولكن مثل هذه التصريحات تبرر جرائم أمام العالم. ليس نحن نعلم أن الاحتلال يريد أن يقتلنا بكل الحالات، ولكن العالم ينظر يقول لك مدام هناك في آلاف المقاتلين في قطاع غزة، يعني هذا مبرر، خلي الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالانقضاض عليهم وقتلهم، بالتالي يصمت العالم ويسمح لهذا الاحتلال أن يمارس. لا بالعكس، قد يرسل له السلاح ليقوم بالقضاء على هذه العمليات التي سوف تقوم بها هذه الفصائل. المخرج الثاني، يجب على حركة حماس أن تعلم بأن العالم الآن ينظر إلى السلطة الفلسطينية وإلى منظمة التحرير أنها جزء من الحل وليس جزء من المشكلة كما تدعي حركة حماس، وبأن هذه السلطة متعاونة مع الاحتلال وبأنه لا يمكن أن ندخل معها في شراكة. نعم. هذا ما تسوق حركة حماس أيضا مضر في القضية الفلسطينية. يجب أن تقتنع أن الحل سوف يبدأ بأن تكون حماس جزء من الشرعية الوطنية الفلسطينية وجزء من منظمة التحرير التي يجب أن تقود الحراك السياسي. نعم. ولا أنا أقود حراك سياسي باتجاه ويخرج تصريح صحفي بالاتجاه آخر يقول نحن نملك قوة الاتحاد السوفيتي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، فتنسف كل العمل السياسي التي تقوم به السلطة الفلسطينية. ذهبنا نحن وإياهم إلى القاهرة لنصل إلى اتفاق قبل أيام له علاقة
بالحد الأدنى من التوافق الفلسطيني الداخلي. يأخذوك إلى تفاصيل صغير. اليوم الشعب الفلسطيني لا ينظر كيف سوف تأتي الدولة، اليوم الشعب الفلسطيني ينظر كيف سوف يأكل، كيف سوف يتم إدخال الدواء له، كيف سوف يتم منع الإبادة ضده. صدقيني اليوم أنا بسمع أصوات بقولك يا عمي أنا المسجد الأقصى للمسلمين جميعهم مش بس للشعب الفلسطيني، يا عمي وقفوا المجزرة وريحونا وخلصونا من هذه الحرب التي تدور الآن في قطاع غزة والتي يدفع ثمنها الأطفال والشيوخ والنساء. أمس يعني أحد قادة حركة حماس يقول لك طب هو يعني مش بس الشيوخ والنساء بيستشهدوا، ما كمان القيادة بتستشهد. طب يا صديقي القيادة هي اللي اختارت الطريق هذا، هذا المواطن ما اختار هاي الطريق، أنت اللي اخترتها، هلا أنت اتحملها. بس ليش كمان المواطن ممكن يتحمل لدرجة معينة هذه المعاناة، ولكن الآن المواطن يبحث كيف يفتح تفتح المعابر ليخرج من قطاع غزة. يعني سيد منير احنا والله وقتنا انتهى، يعني المواطن وعاد الاحتلال، احنا وقتنا انتهى لهذا النقاش، ولكن يعني من كانوا يطلقون هذه التصريحات التي اشرت اليها كانوا ايضا يدعون الى تحريك المقاومة في الضفة الغربية. باختصار شديد، هل هناك خوف من ان تندلع أزمة ايضا في الضفة الغربية على غرار ما يحدث في غزة؟ الوعي الآن في الضفة الغربية ارتفع، هم طالبوا المواطنين أكثر من مرة بأن يخرجوا ضد السلطة الفلسطينية. أنت تخيل يا أخت هاني أنت في معركة مع الاحتلال وتطالب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للخروج ضد هذه السلطة التي بين قوسين يدعون أنها عميلة والانتفاض عليها لكي نتفرغ لمقاومة الاحتلال. أنا أقول لك هناك الآن داخل السلطة الفلسطينية والأمن الفلسطيني نهج بالتعامل مع هذه الظواهر. بالبداية فتحوا طريقة الحوار السلمي لنضع عقولنا برأسنا ونتفهم ماذا يريد الاحتلال. هناك جزء كبير تجاوب وهناك جزء ما زال يعتقد أن الأمور كما قبل 7 أكتوبر ويريد أن يأخذ الضفة إلى مصير قطاع غزة. ماشي الاحتلال لا يبحث عن ذريعة ولكن يبحث عن أي تدخل للسلطة الفلسطينية أمني ليقوم بالانقضاض عليها والقضاء عليها والقضاء على التمثيل السياسي الفلسطيني في الأرض المحتلة، وهذا ما لن يتم السماح به من كل الأطراف. من كان يريد فلسطين ويحب فلسطين ويريد أن يذهب الجميع إلى الدولة الفلسطينية يجب أن يحترم أن الشعب الفلسطيني ليس سلعة وليس للاستهلاك وليس للقتل من أجل تحقيق مآرب دول إقليمية تريد أن تصنع علاقات وتصنع شرق أوسط جديد مع الولايات المتحدة على حساب الدم الفلسطيني وعلى حساب الأطفال الفلسطينيين. بالتالي لن يتم السماح بالعبث في ساحة الضفة الغربية كما تم العبث في قطاع غزة. شكرا من رام الله القيادي في حركة فتح منير الجاغوب، شكرا لك. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة متوقفة حاليا بسبب الظروف في المنطقة، وليس هناك أي أساس لاستئناف المحادثات التي أو حتى تتجاوز المنطقة الأزمة الحالية. وكرر عراقجي القول بأن طهران لا ترغب في الحرب رغم أنها مستعدة لها. وكان وزير الخارجية الإيراني التقى المتحدث الرسمي ورئيس الوفد المفاوض الحوثي محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية بحث مع الموفد الحوثي آخر تطورات النزاع اليمني، والوزير الإيراني يجري الآن جولة شملت كلا من لبنان والعراق وعمان وستشمل القاهرة لاحقا، هذا بعد توجيه طهران ضربة صاروخية لإسرائيل. وقد أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته القناة 14 الإسرائيلية أن 54% من الإسرائيليين يؤيدون استهداف المنشآت النووية الإيرانية، بينما يفضل 25% من المصوتين استهداف رموز النظام الإيراني. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن من يؤيدون استئناف المنشآت النووية الإيرانية يمثلون نجاحا لإسرائيل وحكومة نتنياهو. كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 13 من الإسرائيليين يعتقدون أن الهجوم على البنية التحتية للنفط والغاز الإيرانيين هو النجاح الأعظم للحكومة الإسرائيلية الحالية.
في الأثناء قررت الولايات المتحدة إرسال منظومة ثاد المتطورة للمساعدة في التصدي للصواريخ التي إلى إسرائيل، وأشارت إلى أن القرار يشمل إرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل لتشغيلها لن يقل عددهم عن 100 جندي. إلى ذلك قالت إيران إنها ستنتقم من إسرائيل لمقتل مساعد قائد العام للحرس الثوري الإيراني عباس نيلوفروشان الذي قتل مع زعيم حزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية استهدفت مكانهما في 27 سبتمبر الفائت بطاحية بيروت الجنوبية. واعتبرت الخارجية الإيرانية اغتيال القائد العسكري الرفيع عمل غير قانوني وجريمة لا تغتفر وفق بيانها. هذا وأعلنت طهران بعد 24 ساعة على إعلان انتشال جثته، أعلنت أن مراسم تشييع نيلوفروشان ستبدأ اليوم في العراق وغدا الثلاثاء في طهران. وتساءل مراقبون عن كيفية نقل جثمانه من بيروت، مرجحة أن يكون قد نقل بطائرة رئيس البرلمان محمد باقر قليباف الذي زار بيروت قبل أيام. من القاهرة معنا الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني الدكتور فارس البيل، ومعنا من طهران مدير مركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك دكتور نبيل، زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان ولقائه موفد الحوثي، كيف يمكن أن تقرأ عسكريا من أي تحركات قد تذهب بها الميليشيات في مواجهة إسرائيل كما تقول؟ تحية لك تهاني ولضيفك وللمشاهدين الكرام. هذه الزيارة تسير على بعدين. الآن إيران تحاول أن تقدم نفسها كأنها المواجهة الأول لإسرائيل وتدعو إلى وحدة الساحات كما تقول، وفي ذات الآن تشعر بأن أسهمها تراجعت بعد الضربات الأخيرة، خصوصا إفقادها سهم حزب الله بدرجة كبيرة من ناحية عسكرية، وبالتالي الآن كما لو أنها تبحث أو تريد أن تقدم ميليشيا الحوثي باعتبارها الذي يملأ الفراغ تماما. وأعتقد أن إيران متناقضة في هذه القضية. الآن يدور وزير الخارجية حول الدول العربية والخليجية وغيرها، ويحاول أن تحاول إيران أن توجد نوع من الوساطة لتخفيف على الأقل الرد الإسرائيلي على إيران، لمحاولة تهدئة الأوضاع نوعا ما وتجنيب إيران ضربة يمكن أن تكون ضربة قوية أو ربما تدمر قدراتها العسكرية وحتى قدراتها النووية. لكن في ذات الآن كما لو أن إيران ترسل رسالة بهذا اللقاء مع ميليشيا الحوثي، ترسل رسالة عدائية للجوار الخليجي أولا وللدول الغربية أيضا، ونوع من الابتزاز بأن ميليشيا الحوثي التي تطل على المضائق البحرية المهمة وبالقرب من الثروات المهمة يمكن أن تلعب هذا الدور ويمكن أن تؤدي هذا الدور العسكري بدرجة أو بأخرى. والحقيقة هي إشارات واضحة، حتى أن ما يسمى بالسفير الإيراني في صنعاء يقول هذا الكلام بالأمس أيضا، وهنالك إشارات كثيرة إلى أن إيران تريد
أن تلعب ميليشيا الحوثي هذا الدور باعتبارها أولا في منطقة جغرافية تعتبرها مهمة، وفي نفس الوقت ستشكل نوع من الابتزاز للدول الغربية وللاقتصاد العالمي ومحاولة استهداف القواعد الأمريكية والغربية في المنطقة. كل هذا الأمر يدعو إلى أن إيران الآن مرتبكة تماما وليست في وارد البحث عن حلول حقيقية، هي تذهب بخطوة نحو محاولة تخفيف الضغط عليها وتخفيف الضربات. طيب نسمع الجانب الإيراني وفي نفس الوقت تهدد وتتوعد. نعم. أيضا طيب نسمع الجانب الإيراني من طهران، مدير مركز الدراسات العربي الإيراني الدكتور محمد صالح صادقيان. أهلا بك معنا دكتور محمد، أهمية هذه الزيارة لوزير الخارجية في هذه العواصم وما هو المرتقب من زيارته إلى القاهرة، رغم أنه يعني إذا كنا نتحدث عن عمان نتحدث عن باقي الدول هو معتاد زيارة وزير خارجية إليها، ولكن القاهرة تعتبر محطة جديدة في هذه المرحلة. تحية لك تهاني وإلى ضيفك والمشاهدين. يعني هذه الجولة التي قادها أو قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ابتداء من بيروت ودمشق والرياض والدوحة وبغداد والآن في عمان وربما بعد أيام إلى القاهرة وعمان أيضا ولربما أيضا تركيا، هذه الجولة هي تأتي في إطار سعي إيران للتنسيق والمشاورات وإجراء مشاورات مع كل دول المنطقة من أجل إيقاف عجلة الموت التي يمارسها الكيان الإسرائيلي بحق قطاع غزة ولبنان الآن. وبالتالي هناك الكثير من التصورات والأفكار تقول بأن نتنياهو ربما يقوم بمغامرة سياسية أو عسكرية من أجل إشعال هذه المنطقة، توسيع رقعة الحرب، وبالتالي هذه المشاورات الإيرانيون يعتقدون بأن هذه المشاورات ربما تضفي إلى نتيجة تستطيع أن تجند الإمكانات عند كل هذه الدول وهذه العواصم من أجل إيقاف نتنياهو أمام هذا الجنون الذي يملكه لتوسيع نطاق الحرب. وبالتالي زيارة القاهرة أيضا هي تندرج في هذا الإطار. نحن نعلم بأن هناك زيارات قام بها وزير الخارجية المصري السابق والحالي إلى طهران بعدة مناسبات، وأعتقد بأن العلاقة بين بغداد والقاهرة بين طهران والقاهرة الآن أكثر ترطيبا، وهناك يعني حتى أن الإيرانيين كانوا دائما يعني يتصلون بالجانب المصري فيما كان يخص بتهدئة الأمور ووقف إطلاق النار، وكانت هناك اتصالات بين الجانبين الإيراني والمصري. وأني أعتقد بأن هذه الزيارة القادمة ربما تأتي تتويجا لتلك الزيارات المتبادلة بين الجانبين والاتصالات التي تسعى إليها كل من القاهرة وطهران من أجل وقف إطلاق النار في غزة. وبالتالي بالتأكيد إذا ما تم وقف إطلاق النار في غزة فإن حدة التوتر في كل المنطقة سوف تنخفض سواء كان في لبنان أو في أماكن أخرى. طيب أنا أريد أن أسألك أيضا دكتور محمد صادقيان، يعني وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون يدرسون تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وأيضا فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران، ماذا تعني هذه الخطوة الآن؟ لأنهم ربطوها بتزويد إيران طائرات الدرونز أو طائرات بدون طيار إلى روسيا في مواجهة أوكرانيا. يعني هناك الكثير من الحجج والكثير من القصص تستطيع الولايات المتحدة أو الدول الغربية دول أوروبية أن تفرض عقوبات على إيران. وبالتالي ثبت خلال هذه نحن الآن في طهران يعني نتحدث عن 43 عاما أول عقوبات صدرت على إيران في العام 1980. هذه العقوبات ثبت بأنها لم تأتي أكلها، وبالتالي يجب أن نختار خيارات أخرى. مثل هذه العقوبات لا تؤثر كثيرا على إيران أو تحديدا على السياسات الإيرانية التي لا ترغب بها الدول الغربية. هي ممكن لا تؤثر على إيران، بس أنا أقصد أنه هي مثلا رسالة من إرهاصات الحرب الأولى يعني التوسعية. جاوبني باختصار لأنه أريد أن أختم مع اليمن.
يعني على أي خلفية كانت هذه العقوبات؟ هي لا يعني لا تستطيع أن تغير من الموقف الإيراني. يعني هذه العقوبات، مرد هذه العقوبات هو الضغط على طهران من أجل تغيير مواقفها وسياستها بهذا الطريق. أنا لا أعتقد، لأنه التاريخ أيضا ثبت بأنه إيران لن تغير مواقفها ومواقفها وسياستها. نعم، كل المحللين السياسيين يقولون بأنه سياسة العقوبات، فرض العقوبات الاقتصادية على إيران ما جابت نتيجة حتى الآن، لم تغير من سلوكها. طيب، سأنتقل في آخر دقيقة إلى دكتور نبيل. دكتور فارس، كانت الميليشيات الحوثية تقول بأنها ستنقل المعركة من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، هل هي قادرة على ذلك فعليا؟ أتصور أنها بدعم، ليست لأن ميليشيا الحوثي قادرة، لكن هنالك دعم إيراني وهنالك دعم روسي حتى للوصول إلى هذه النقطة والوصول إلى هذه المرحلة. ميليشيا الحوثي أطلقت إلى المحيط الهندي أيضا من قبل، استهدفت بعض السفن. ميليشيا الحوثي، المسألة ليست في قدرات ميليشيا الحوثي ذاتها بقدر ما أن هنالك انخراط في اللعبة، انخراط دولي لتقديم ميليشيا الحوثي على أنها تمتلك هذه القوة. وأعتقد أن هذا يناقض الكلام الذي قاله ضيفك باعتبار أن إيران كما لو أنها يعني حمامة سلام لا تبحث سوى عن إيقاف الحرب في غزة. نعم، هو ما قال كده بشكل واضح، بس احنا عشان ما في مجال انه حد يرد على الثاني، انا اسفه. من القاهره شكرا جزيلا للاكاديمي والمحلل السياسي اليمني الدكتور فارس البيل، ومن طهران مدير المركز العربي للدراسات الايرانيه الدكتور محمد صالح صادقيان، شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، دمتم بخير، في امان الله.